واحد السلام عليكم، كديرين؟ امورانيا صحه، كلشي بخير، احوالكم هانيه؟ كدرتو مع هذا المرض؟ مزيان، كلشي بخير، ونتمنى من الله يجعلها مغفره الذنوب. وكنرسل تحيه للاطباء ديالنا المغاربه اللي داروا المجهود الكامل صراحه لانقاذ ارواح ناس بزاف، والحمد لله واحد الحصيله واحد العداد بدات كتشافى الحمد لله على كل حال. وكنشكروا كاع الناس اللي صراحه اللي خدموا هذا الوطن الحبيب المغرب وتقاتلوا من اجله، ومازال خصنا نزيدوا في الحجر الصحي ديالنا باش الحمد لله الامور كلها تدوز على خير ونفوتوا هذه المراحل ان شاء الله اللي جايه، باش ان شاء الله نحاربوا هذا الوباء ان شاء الله. وتحيه للامن الوطني، وتحيه للاطباء، وتحيه كاع الناس اللي واقفين على هذا الشيء هذا، وتحيه لملكنا الحبيب محمد السادس نصره الله. هو قايم بمجهودات، يعني مجهودات جباره والحمد لله. غير نصيحة ننصح الناس على هذه السيمانه ان شاء الله بنادم يزيد في الحجر الصحي ديالو هذه السيمانه، يعني باش نغلبوا على الوباء ان شاء الله. حيت قال لك يعني الاواخر ديالو هي هذه في كيتكاثر هو، يعني ما كتبقاش ديك المسافه ديال الامل بينك وبين الشخص اللي امامك، يعني خاص بنادم يدير الاحتياط ديالو ضروري، يعني ما تعطيش يعني بعد من البشر بزاف، حيت لا قدر الله انسان كيتصاب يعني راه يعني كارثه. الله يحفظنا والله يحفظ جميع المسلمين يا ربي العالمين. انا خرج غير نتقدى واحد الصخيره، وبغيت ندير لكم هذا الفيديو خفيف، حيت لي علاش بغيت نشكر الاطباء ديالنا، بغيت نشكر يعني المجهودات اللي كيديروا، وتحيه للوزير الصحه ديالنا، وتحيه للناس كاملين، ونتمنوا من الله ويعني يوقف معهم، وتحيه لهم، تحيه لهم بزاف بزاف بزاف، حيت هما كيديروا مجهود جبار، ومخلين الاولاد ديالهم، مخلين الامهات ديالهم، يعني راه ما ساهلاش واحد كيبقى، يعني هما راه خاكره يعني في السبيطار، راه دايرين الحجر الصحي مساكن مقابلين المرضى، مقابلين يعني الناس، مقابلين يعني بزاف الحوايج. لهذا حنا ديما نشكرهم شكر جزيل، لان علاش الخدمه هما اللي خدامين، هما اللي ساهرين على المرضى ديالنا، هما اللي دايرين كل شيء، وكنشكر لهم التحيه بزاف بزاف بزاف، وشكرا. يعني شنو نقول لكم، ما قدني ما نشكر الصراحه والله، يعني كتلقى واحد الحصيله واحد العدد ديال الناس كتبرى يعني الحمد لله، هادشي اللي بغينا. وتحيه لهم بزاف من المنبر. انا درت هاد الفيديو على حساب الاطباء اللي الصراحه دايرين مجهود مجهود مجهود، والحمد لله الناس يا رب بدات كتوعى بالامر خطوره هذا الفيروس كورونا كوفيد 19. بدات الامور يعني الناس بدا كياخذ الامور بجد، ما بقاش كيتفلى، وخاص الامور يعني ناخذو بجد، لان هذا الفيروس خطير بزاف. ونزيدو نديرو المجهود ديالنا، ونزيدو نديرو يعني حتى ان شاء الله نحاولوا هذا الفيروس هذا ما يبقاش في بلادنا، لان علاش حيت هذا الفيروس يعني صعيب شويه وخطير جدا كما غنعاود. ونتمنوا من الله يحيد علينا الوباء ان شاء الله ان شاء الله، ونحاولوا ابواب رمضان ان شاء الله، ونحاولوا لكن المغاربه يحاول يعاون الاخ ديالو، سمحوا لنا على حتى واحد نحاول المغاربه ديالنا يتعاونوا مع بعضياتنا، لان اسر دابا يعني كل اللي ما خداماش، الاسر مسكينه، كل اللي مريحه، كل اللي بزاف د الحوايج. نتمنوا من الله دعموا الاسر، ودعموا يعني الجمعيات، ودعموا هكا حنا اللي مجهودنا راه نديروا ان شاء الله، ويجعل الله خير. نتمنوا من الله يسهل علينا ويسهل الامه الاجمعين كاملين كاملين كاملين. وغنمشي ندير واحد الصخيره ان شاء الله، ونكمل لكم تتمه ديال الفيديو. اسمحوا لي واحد دقيقه. ايوا هادشي اللي كاين،
و يعني كنوجه تحيه لشي ناس هنا كنوجه لهم تحيه ديالي من هنايا، الناس اللي صراحه واقفين يعني بشي حوايج الحمد لله على كل حال. ونزيد نذكركم ان الانسان يدير الحجر الصحي ديالو، يزيد يدير الحجر الصحي ديالو ويعني ياخذ الامور جديه، لان لاش لان هذا راه فيروس يعني فيروس خطير. يحاول الانسان يدير كما دار الاستطاعه ديالو، والحمد لله بنادم راه كتبدات كتستوجب مع هذا الوضع، ويعني يعرفوا بنادم بان الخطوره ديال هذا الفيروس، بان راه ما كاينش الضحك، ما كاينش التفليه، ما كاينش اللعب، ما كاينش حد. يا انسان شوف، بقى خويا في الدار، تلزم الحجر ديالك الصحي، وان شاء الله الامور الحياه غتر ترجع كما كانت. حنا الا التزمنا بالشروط والمسائل ديالنا، الحمد لله الامور راه كلها غترجع كما كانت، كما غترجع الامور كما كانت. يعني الانسان خصو واحد شويه ديال الصبر، واحد شويه ديال يعني الصبر انسان، واحد شويه راه ربي غيفرج وربي غيسالك كلش كما كتواجه الامور. فهمت؟ شوف الدنيا كيخاوي. شوف انا كنجود واحد الدرده هنا خاويه، انا حدا واحد الكافي، انا ديال الكافي اللي كنت كنريح فيها، وكنت كما كتكون تشوفوا الشارع، يعني الشارع خاوي، كلشي متازم الدار ديالو، كلشي كتشوف امامكم. يعني الحمد لله بنادم راه انا غير خرجت نتسخر وبغيت ندير هذا الفلوق خفيف يعني باش تشاهدوا. يعني الحمد لله كتشوف السيارات كلشي هنا، يعني السيارات هنا في المكان ديالهم كما قلت لكم، كتلقى بان بنادم بدا كيدير الاجراءات ديالو. ونشوف الحمد لله، شوف كلشي داخل الدار ديالو، كلشي لان لاش هذا كتبقى مصلحه العامه، يعني المغرب كامل مصلحه ديالنا، مصلحه ديال صحتنا، مصلحة ديال كلشي. يعني بنادم خصو يدخل للدار ديالو ويخاف يعني على الام ديالو، على الابن ديالو، على الام ديالو. يعني انسان ياخذ الاحتياطات ديالو، ياخذ يعني الالتزامات ديالو. يعني هذا راه كيبقى يعني تقليد في عنقك، يعني اخويا حاول اخويا يعني التزم الدار ديالك، التزم الامور ديالك، والانسان راك شوف راه كلشي الحمد لله غيدوز على خير، كلشي الحمد لله غيدوز على الامور كما هي. غير الانسان ياخذ الحجر الصحي ديالو، وشوف راه ما غي اديك والو، ولا بقيتي في الدار ديالك وبقيتي ملتزم بالامور يعني بديولك، راه ما الحمد لله. غير الانسان يلتزم الامور ديالو، يلتزم الحجر ديالو والمسائل ديالو، ربي ما غي يعني يبعد علينا الوباء هذا. ونتمنى من الله يعني الرساله نوصلها للناس، يعني الانسان يبقى في المنزل ديالو، يبقى في الدار ديالو، والحمد لله كلشي غادي يفوت ان شاء الله، كلشي غادي يفوت. ونتمنى من الله شهر رمضان ان شاء الله جاي، نتمنى من الله نزل يعني نزل علينا الرحمه ديالو، ونزل علينا البركه ديالو، لان عبد ضعيف، يعني حنا عبد ضعيف، يعني راه ما كنسوا والو. يعني كما قال واحد الشيخ ديالنا، بان لا المال ديالنا، ولا يعني لا المال ديالنا، ولا السلطه ديالنا، ولا اي حاجه ديالنا، يعني بنادم ما غيقدرش يعني يتواجم، ولا يقدر يعني كما قلت يقدر يعني بالفلوس ديالو، يعني ما يقدر يدير بها والو. انا نعطيك فلوس، نعطيك شي كلمه، ما تقدرش دير بها والو. لان شي انسان يدعي الله سبحانه وتعالى، ويدعي لينا، ويدعي لنا ان شاء الله الله سبحانه وتعالى، ويدعي لنا ويدعي ان شاء الله، يدعي لنا الله، ونتمنوا من الله يا ربي راه كلشي غيدوز، كلشي غيدوز على خير، الامور غدوز، كلشي غترجع الحياه كما كانت، غيرجع كلشي كما كان، والحمد لله هادشي اللي كاين. المهم انا تحيه لكم من هنايا، انا درت ان شاء الله درت هاد الفلوغ خفيف، فيديو خفيف، ونتمنوا من الله يسهل على الجميع ان شاء الله. وتحيه لكم بزاف، معكم ياسين فلوكس، يلا السلام عليكم.